دي قلنا الصورة الحقيقية لازم تتكون فين يا جنات؟ قلت لي أمام المرآة. تمام، لكن لو كانت تقديرية تتكون فين يا اسلام؟ اسلام أيوة لو كانت تقديرية تتكون فين الصورة؟ لو كنت تقدر اه مس اللي هي تقع خلف اسمها عقل. خلفها، بس هي كلمة أنا عايزة أعرفها، خلفها، إن لو كانت الصورة التقديرية تبقى تقع خلف المرآة، لكن لو الصورة الحقيقية تبقى تقع أمام المرآة، فده اللي بيخلي ما أنا عندي المرآة المقعرة بتلم الضوء وبتخليه في بؤرة اسمها البؤرة الأصلية قدام المراية، قدام وشها كده، قدام نفسها، ساعتها بتكون صورة حقيقية. لأن الصورة الحقيقية ممكن ساعتها آخدها على حقيقة. عارفين إن أنا عندي في الموبايل كده لو بصيت هلاقي إن حاجة شبه المراية كده وبتكون مقعرة، أو العدسة اللي موجودة عندي، هي في فوق كده شبه المراية، وفي كمان حاجة اسمها عدسة، العدسة دي هي اللي بتصور الموبايل، بتصور في الموبايل. وهناخد كمان في العدسة إن شاء الله اللي هي شكل الموبايل كده عندنا، هي اللي بتجمع الضوء وبتكون صورة حقيقية. خلينا في المراية الأول دلوقتي. فالمراية هي بتكون صورة حقيقية الضوء اللي بتجمعه في بؤرة اسمها البؤرة الأصلية، لما تكون مرآة مقعرة، لكن لو كانت مرآة محدبة هتكون لي الصورة خلف المراية برضو في بؤرة أصلية، سواء كانت هنا ولا هنا. لما تكون صورة أصلا ركزوا في المصطلحات دي والحاجات دي، لأن بتنفعنا جدا في الرسم. بقول لما تكون صورة أصلا يبقى ساعتها لازم تكون مكونة الأشعة أو مجمعة الأشعة في نقطة. لو ما كانتش مجمعة أصلا في نقطة يبقى مش هتكون صورة أصلا. تاني، ما دام جمعت لي المرآة، جمعت لي الأشعة في نقطة واحدة، سواء كانت بقى ورا المراية أو قدام المراية، هتكون صورة ساعتها، سواء كانت بقى الصورة دي تقديرية أو حقيقية. لو ما كانش في تلاقي أصلا الأشعة الموجودة بما كونش صورة أصلا. طيب هيجي وقتها هنتكلم فيها بالتفصيل. هنا دلوقتي بنتكلم عن حاجة اسمها البؤرة الأصلية، وهي بنقول عليها نقطة تجمع أو تلاقي الأشعة الضوئية المنعكسة أو امتداداتها. كلمة امتداداتها يعني إيه؟ يعني أنا هجيب الأشعة مش هجمعها بقى في نقطة قدام، لأ، ده أنا هاخد من الأشعة دي، هاخد منها امتدادات كده ورا المراية أهي، برضو وأجمعها في نقطة، وساعتها بتكون صورة تقديرية وتنشأ من سقوط الأشعة الضوئية المتوازية والموازية للمحور الأصلي للمرآة القمرية. يعني أنا عندي البؤرة دي عبارة عن نقطة بجمع فيها الأشعة الضوئية المنعكسة، سواء كانت الأشعة نفسها أو كانت امتداداتها اللي هي بتبقى ورا المرآة أو خلف المرآة. طيب بعد كده بنتكلم عن حاجة اسمها البعد البؤري. نركز لو سمحتوا في الكلام ده، مهم جدا. يبقى البؤرة كان برمز لها بالرمز ب، والبعد البؤري هنرمز له بالرمز عين. طيب يعني ايه البعد البؤري؟ هي المسافة بين البؤرة الأصلية اللي هي ب والقطب اللي هو قاف. نرجع على موضوع القطب، القطب كانت اللي هي النقطة الوهمية اللي أنا بعملها في منتصف المرآة، وكانت البؤرة هي المكان اللي بتجمع فيه الأشعة الضوئية. فلما أوصل البؤرة بالقطب اللي هو الحتة دي كده، ساعتها بسميها البعد البؤري. يبقى البعد البؤري هو المسافة بين البؤرة الأصلية ب وقطبها ق. ده بيقول لي ما معنى إن البعد البؤري لمرآة مقعرة بيساوي 12 سنتي، يعني أن المسافة ما بين البؤرة الأصلية وقطبها بيساوي 12 سنتي. حد مش فاهم حاجة لحد دلوقتي؟ لا تمام، هيا يا عبد الله، الدنيا واضحة معاك ولا مبهمة؟ ما مس مبهمة يا مس ولا واضحة يا مس؟ مش واضح واضح. يا رب ان شاء الله تكون واضحة وتوضح اكتر لما تسمع التسجيل من الاول.
طيب هنا بقى هيجمع لي بقى كل اللي هو قاله لي دلوقتي في المرآة. عندي في حاجة اسمها مركز تكون المرآة في النص، وعندي حاجة اسمها اللي هو القطب المرآة اللي هو موجود اللي هي النقطة دي، وان انا عندي في المحور اللي بيوصل القطب بالمركز اسمه نص تكون المرآة، وعندي في حاجة اسمها البؤرة اللي هي بتجمع فيها الضوء، وعندي في حاجة اسمها البعد البؤري اللي بيوصل ما بين البؤرة والقطب بتاع المرآة. طيب بعد كده هنتكلم على إن بيقول لي قارن بين البؤرة الأصلية والبؤرة البؤرة الأصلية للمرآة المقعرة والبؤرة الأصلية للمرآة المحدبة. قلنا إن البؤرة الأصلية للمرآة المقعرة بتكون بؤرة حقيقية، لأن هي بتكون نتيجة تلاقي الأشعة نفسها، الأشعة نفسها اتعكست واتلاقت في نقطة، فبتكون في اسمها بؤرة حقيقية. لكن البؤرة التقديرية أو البؤرة المحدبة، بقول عليها بؤرة تقديرية عشان مش الأشعة هي اللي تلاقت في نقطة، ده امتدادها هي اللي تلاقت. يعني أنا لو عندي أشعة كده، أشعة كده ما تلاقوش في نقطة قدام المراية، ده أنا امتديت خدت الامتداد بتاع الأشعة ده وامتداد الأشعة دي ودي، وفي الآخر لقيتهم في نقطة، بس فين؟ ده ورا المراية المحددة. ده الفرق ما بين البؤرة الأصلية والبؤرة الحقيقية والتقديرية. طب الحقيقية بيبقى موجود فيها تنشأ من تلاقي الأشعة زي ما قلت لكم المنعكسة، لكن التقديرية بتكون عبارة عن امتدادات الأشعة. طيب إن البؤرة الحقيقية موجودة قدام المراية أو أمام السطح العاكس، لكن التقديرية بتكون خلفها. يلا بينا نشوف علاقة مهمة جدا تنفعنا في حل المسائل، اللي بتقولي العلاقة بين نص تقور المرآة أو نصف قطر تقور المرآة وبعدها البؤري. يعني إيه نصف القطر وبعد البؤري؟ بصوا بقى يا ولاد، دلوقتي أنا عندي لأي دايرة زي ما احنا قلنا مركز بقول عليه ميم، ولأي دايرة عندنا قطب اللي بقول عليه قاف، وكنا بنقول ان الحته اللي بوصلها من القطب للمركز اسمها ايه يا عبد الله؟ ايوه ماشي. المستقيم اللي بوصله بالمركز للقطب اللي هي ميم بقاف سميته ايه؟ قول له اسلام لا سميته ايه؟ اسلام ايوه ايه سميت ايه المحور اللي وصل ما بين ميم وقاف؟ بتسميه ايه؟ بتسميه نص كوب. ماشي بس قطر، بس في حاجة تانية بتميزه، هتقول ولا جنات تقول؟ ايه اللي بيميز؟ يعني اسمه حاجة تانية غير نصف القطر. اللي هو الناس ايه؟ لا ما مش عارف قول يا جنات. المحور الأصلي وانت لسه قايل روحان دلوقتي يا اسلام، ركز معايا يا اسلام، انا عارفه انت صاحي من النوم مش شايف قدامك، بس ركز معايا برضو، انت لسه حالا قايل ان ميم قاف هي المحور الاصلي اصلا، وسألك فيها من شويه. عبد الله المستقيم الوصل ما بين ميم وقاف اسمه ايه؟ ما خلاص. تمام. طيب طب ده كده المحور الاصلي، وبعدين يعني عايزه اعرفكم ايه؟ عايزه اعرفكم حاجه تانية، ان انا في حاجه اسمها البؤره، والبؤره دي اللي هي موجوده في النص بقى، البؤره هي اللي بتفصل المحور الاصلي لنصين متساويين، ومش اي محور اصلي، يعني اي نصف قطر، اي نصف قطر عندي بتبقى البؤره في النص، فالبعد البؤري بيكون المسافه بين البؤره والقطب. طب يعني برضو ايه علاقه كل المواضيع ببعضها؟ ايه علاقه نصف القطر بالبعد البؤري؟
فهلاقي ان نصف القطر اللي هو ده كله عباره عن ضعف البعد البؤري. ما انا لسه قايله ان البؤره بتقسم نصف القطر لنصين متساويين، يبقى المسافه كلها اللي هي قاف ميم على بعض اكيد ضعف باء قاف. فاهمين دي ولا اشرحها على السبورة احسن؟ تمام. شباب ايوه مس يا شباب بصوا كده يا شباب، دي دايرة شايفينها؟ شايفين الدايرة اللي أنا رسمها دي ولا لأ؟ ايوه ايوه طيب بصوا بقى، الدايرة دي يا شباب ليها مركز وليها قطر، آه سوري قطب، وخدت الدايرة دي إن هي أخدت جزء منها وكان المرآة المقعرة. طيب ماشي تمام، احنا قلنا ان المستقيم الواصل ما بين المرآة المركز والقطب مثلا بسميه نصف القطر نق، وقلنا ان انا عندي في حاجة اسمها بؤرة، ايه البؤرة دي؟ اللي هي باء. فالبؤرة اللي هي باء دي هي اللي بتفصل لي الميم عن القاف وبتقسمه نصين. فلما اجي اقول لك يا عبد الله انا عندي من ميم لقاف ضعف المسافة ما بين باء وقاف، هتستغرب من حاجة؟ يعني هتقولي لا الموضوع مش مظبوط، يعني هل المسافة دي كلها اللي هي بتاعت ميم وقاف دي ما ينفعش تبقى ضعف المسافة ما بين باء وقاف؟ لا طيب يعني أنا عايزة أقول لك إيه؟ عايزة أقول لك إن مي إن قاف ميم اللي هي المسافة دي بتساوي 2 قاف باء، وبما ان المسافه قاف ميم دي اسمها نق اللي هي نصف القطر فبتساوي 2 من البعد البؤري اللي هو مين اللي بيقول عليه ايه بقى البعد البؤري؟ عين. يبقى لما اجي اقول لك نق بتساوي 2 عين فيها مشكله؟ لا فاهم حاجه يا اسلام؟ أي أعيد تاني عادي، ها فاهمين؟ طيب يبقى دي ده القانون عندي، إن نق بتساوي 2 عين، يعني لو كتبت نق فوق في المثلث بتاعي هلاقي إن 2 تحت وعين وعين تحت. فلما يجي يقول لي كده احسب أو مرآة مقعرة بعدها البؤري 8، هكتب على 8 دي عين، احسب نصف قطرها، نصف قطرها مش معايا، اقول له حاضر انت عايز عين هخبيها، يتفضل لي ايه يا جنات؟ مين على مين؟ 2 ناقة على 2 نق على 2 اللي هو عايز يحسب ايه؟ نصف القطر، هو عايز يحسب نصف القطر، سوري مش عايز يحسب عين، هو عايز يحسب نصف القطر. تمام فهخبي نصف القطر، يتفضل لي مين؟ عين في 2 2 عين تمام، وعين دي ب 8 يبقى 2 في 8 ب 16. طيب نشوف واحدة غيرها، بيقول لي أنا حليتها احسب ايه؟ حلتها طب حليها معايا يلا بينا، احسب البعد البؤري لمرآة نصف قطرها نصف تقورها 20 سنتي، فهو كده عايز ايه؟ عايز عين، يبقى عين بتساوي ايه اصلا من المثلث اهو فوق؟ هخبي عين، يتفضل لي مين؟ النقطة على 2 تمام نقاعة 2، النق بكام الدهاري؟20 على 2
اختيار 10. بس صعبة يا اسلام، لا اقولها تاني يا عبد الله. لا بس تمام. طيب يلا بينا ندخل على حاجة مهمة جدا اسمها المرآة المقعرة. طبعا الموضوع بقى عايز رسم يعني، وعايز تفاصيل كتير جدا. هنتكلم في التفاصيل دي جدا المرة الجاية، بس ناخد كده فكرة الأول. هو بيقول لي إن أنا لو عندي مرآة مقعرة، إيه اللي هيحصل للمرآة المقعرة؟ هينزل عليها الأشعة متوازية، وبعدين هتنعكس وتجمعهم في نقطة. طيب هو عندي بيقول لي إن المرآة دي اللي هي المقعرة دي ليها مزايا. أو قبل ما أخد المرآة المقعرة هاخد حاجة مهمة جدا تيجي في الامتحانات على طول، إن في حد عالم اسمه أرشميدس. ركزوا معايا كده في الحتة دي. العالم اللي اسمه أرشميدس ده كان عالم وفي نفس الوقت يعني قائد في جيش، قائد في الجيش الروماني. القائد ده كان يعني كان هو عالم وقائد في نفس الوقت. فهو عمل ايه القائد ده؟ ده فكر فكرة عبقرية جدا. كان في الأسطول اللي هو كان موجود في ساعتها في الحرب وكده، وكان الأسطول ساعتها بحري. يعني ايه أسطول بحري؟ يعني كان الجيش كان بيحارب بعض عن طريق المراكب والسفن وكده. طيب جه بعد كده أرشميدس ده لقى إن سفينة العدو جاية من بعيد جدا. فكر فكرة عبقرية جدا جدا، بما إن هو عارف إن المرآة المقعرة بتجمع الضوء وتجمعه في نقطة واحدة بس، راح جاب مرآة ضخمة جدا جدا، مرآة مقعرة ضخمة جدا جدا، وبعدين ظبط البقرة بتاعة المرآة دي على السفينة بتاعة العدو زي ما موجودة بالظبط في الصورة كده. ايه اللي حصل للسفينة بتاعة العدو؟ ايه اللي حصل لها؟ اتحرقت. اتحرقت. ضوء الشمس يا جماعة، ضوء الشمس ده رهيب جدا جدا. لما جيب ضوء الشمس كله وسلطه في نقطة واحدة اللي هي البقرة، خلاص يبقى كده تمام، اتحرقت. هبعت لكم فيديو مهم جدا، فيها بيعملوا تجارب كده. ان ال... طب خ... ما هبعت لكم ليه؟ طب ما تيجوا نشوفه مع بعض دلوقتي. طيب افهمكم بس ان ازاي ده بيحصل فعلا، ان في ناس بتستخدم المرآة المقعرة عشان تطبخ، اصلا تطبخ عن طريق الشمس من غير ما تولع نار ولا تعمل اي حاجة. معايا يا شباب؟ أيوة. بصوا كده الفيديو ده. مش شايفين حاجة؟ عايزة أكبرها لكم شوية. بصوا الراجل ده بيعمل إيه؟ ثواني أكبر لكم بس الشاشة. الراجل ده بيغلي المية، شايفين بيغليها ازاي؟ تحتيها حاطط مرآة مقعرة، ومظبط طبعا البقرة بتاعت المرآة المقعرة دي ان تكون الحلة دي عند البقرة بالظبط. مش عارفة اكبرها ازاي، بس انتوا شايفينه كويس هو ولا ايه؟ الفيديو واضح. تمام. طيب ان حصل ايه؟ الراجل ده عمل ده مفيش نار خالص، مفيش اي نار عندي ولا اي مصدر نار خالص. كل الموضوع موجود عندي تحتيها كده مرآة مقعرة. المرآة المقعرة ظبطنا بقرتها بالظبط على
الحلة اللي قدامي دي سوت الأكل وحرقت كمان، والراجل لما حط عندها حتة خشبة كده بصوا اتحرقت ازاي. بصوا يا جماعة الخشبة بتتحرق فعلا وبتطلع نار اهي، شايفها يا عبد الله؟ أي لأن فعلا أشعة الشمس طبعا يعني ضخمة جدا، أشعة بتدمر أي حاجة. فدي الفكرة اللي خدها مين بقى؟ اللي خدها أرشميدس. أرشميدس اللي هو العالم اللي كان كمان قائد عسكري، وعمل كده جاب المرآة المقعرة اللي هي ضخمة جدا جدا وخلى البؤرة تكون اللي بتجمع فيها الأشعة في نقطة واحدة اللي هي البؤرة بتاعت المرآة المقعرة، وسلطها على سفينة العدو. ساعتها الشمس كلها أو أشعة الشمس كلها اتسلطت عند السفينة العدو دي، وساعتها اتحرقت زي ما انتم شايفين. طيب ده كل الموضوع. طب أنا بتكلم على حاجة تانية بقى، بتكلم على قواعد عشان أحدد بيها إن اتجاه انعكاس الأشعة الضوئية الساقطة على سطح مرآة مقعرة. القواعد دي لازم أبقى عارفاها كويس جدا، إن أنا عندي لو رسمت مرآة مقعرة كده ورسمت شعاع ساقط عليها، الشعاع ده هينعكس وهيمر بحاجة اسمها البؤرة. لما يجي يقول لي لما عند سقوط أشعة على مرآة مقعرة هقول له إيه؟ هتنعكس بس لازم تنعكس مرة بالبؤرة الأصلية. طب لو أنا عملت العكس، لو جبت شعاع مررته بالبؤرة وسقط برضو على المرآة المقعرة، هتلاقيه إن هو هينعكس برضو بس هينعكس العكس موازي للمحور الأصلي. طب لما أنا أجي أجيب شعاع يمر بمركز التقور بقى نفسه، مركز التقور المرآة، يعني أنا أجيب الشعاع ويمر كده عمودي، ساعتها هينعكس على نفسه نفس فكرة المرآة المستوية. لما كنت بنزل عليها شعاع عمودي عليها كان بينعكس مرة على نفسه. ليه؟ لأن أصلا كل من زاويتي السقوط والانعكاس بتساوي صفر. لو فاكرين احنا كده احنا لسه في المراية برضه، دي مراية ودي مراية، وإن أي شعاع بينزل عمودي على المراية بينعكس برضه بس على نفسه. ليه بينعكس على نفسه يا عبد الله؟ عبد الله يا عبد الله انت تاني يا عبد الله ولا ايه؟ ايوه بس معلش والله كنت بتكلم والمايك مقفول. طيب قول لي، ها ليه شعاع سقط عمودي على المرآة بينعكس على نفسه؟ لانه ما فيش ما فيش ايه؟ قوله يا اسلام بينعكس على نفسه ليه؟ لأن بس اللي هو كل من الزاويتين السكوت والانعكاس تساوي. بس بينعكس على نفسه عشان مفيش زاوية أصلا ينعكس بيها. ما هو اللي هيسقط بزاوية هينعكس بزاوية، واللي هيسقط متعامد أو من غير زاوية أصلا زاوية السقوط هتساوي صفر، فأكيد هيرتد على نفسه لأن زاوية الانعكاس أكيد بتساوي صفر، لأن زاوية السقوط وزاوية الانعكاس هما الاتنين بيساووا بعض. وخدنا ده من الدرس اللي فات يا عبد الله، ربنا يسامحك. ماشي، احنا عندنا حصة دلوقتي. ماشي اتفضلي حبيبتي مش مشكلة، أشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله.